وللحديث عن الاستطلاعات التي تؤكد وجود عزوف شعبي عن المشاركة بالانتخابات ودلالات إعلان مفوضية الانتخابات منح كل مواطن يستلم بطاقته الانتخابية 10,000 دينار عراقي، معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم العجيلي. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، تحياتي لكم وإلى جميع مستمعيكم الكرام. أهلا بك أستاذ إبراهيم. يعني مفوضية الانتخابات تعلن منح كل مواطن يستلم بطاقته الانتخابية 10,000 دينار، بداية ماذا يعني هذا الإعلان لكم في ظل اقتراب العد التنازلي للانتخابات؟ أي هذا طبعا تعرف أنت، هي إغراءات للناس على مود يعني يوجهوهم باتجاه الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وبنفس الوقت هناك عروض من قبل المرشحين للانتخابات والقوائم الانتخابات، انه عروض للناس حسب المعلومات اللي وردت انه ممكن البطاقه الانتخابيه يشتروها ب 200,000 ولا 150,000 حسب العروض، بكل منطقه تختلف منطقه عن منطقه اخرى. وبنفس الوقت وانا متاكد من هذه الملاحظه انه يصدرون دوبلوكيت، يعني بطاقه باسم زيد من الناس، بطاقه انتخابيه تصدر بطاقه ثانيه مثلها اختها بالضبط، وبحجه انه هذا بالخطا ولا كذا، لكن ما ينطوها للناخب يحتفظون بها عندهم، وهذا هو شيء نوع من المحاولات التزوير الصارخه. يعني بطاقه باسمي في جيبي وبطاقه عندهم باسمي ايضا مثلا، يعني على سبيل المثال. هذه المحاولات اليائسة تنم على أنه القوى هذه النازلة للانتخابات، هاي القوائم النازلة للانتخابات يائسين من كسب ود الناس أو جلب الناس لصناديق الاقتراع. هناك إحجام مطلق، عزوف تام عن حضور قاعة الانتخابات. يعني أمام هذه الخروقات، عفوا أستاذ إبراهيم، أمام هذه أو كل هذه الخروقات، أين هي مفوضية الانتخابات من هذه الخروقات؟ والله أنا أعتقد مفوضية الانتخابات هي جزء من هذه من هاي التشكيلة كلها، الخطأ من التشكيلة الخاطئة، التشكيلة الملغومة، يعني لأن هم نفسهم ذولا من نفس المجموعات ذولا اللي هم يخوضون الانتخابات، هم ممثليهم، يعني مفوضية الانتخابات يعني شخوصها من أطراف هذه العملية السياسية الموجودة، هم نفسهم الكتل الموجودة القابضة على السلطة نفسها اللي مقدمة هسه مرشحينها الجدد اللي راح يحتلون مقاعدهم بالبرلمان، وفضلا عن أن يعني مؤشرات التزوير موجودة وممكن الأرقام تتدوبل وممكن تضاف أسماء وممكن تنسرق بطاقات، يعني هي خارجة عن إرادة المراقبين، حتى لو كانوا مراقبين دوليين. أنا أعتقد أنه هاي العمليات راح تتم، عمليات السرقة وعمليات التزوير. نعم سيد إبراهيم، إذن يعني ما هي فائدة مدونة السلوك الانتخابي التي طرحتها مفوضية الانتخابات وسط كل هذه الأحاديث والاتهامات بتزوير الانتخابات؟ والله طالما هي مفوضية الانتخابات هي تمثل هذا الوجود الموجود في العملية السياسية، أطرافهم يعني أعضاءهم هم من هذا الوجود اللي موجود، الوجود السياسي الخاطئ، فإذا كل شيء ممكن يعني تشك به وتطعن به من طرفهم، يعني كل شيء يجي من طرفهم مو صحيح. أيضا يعني من الملاحظ استبعاد قوى العملية السياسية لخيار المراقبة الدولية للانتخابات كما يعني طالب بها المتظاهرون، لماذا هذا الاستبعاد برأيك؟ ما هو هذا يعني هو كيف يمكن لهم أن يجرون عمليات التزوير؟ يعني أنا الآن أضفت ملاحظة أنه البطاقات الناخبين الجديدة هذه اللي بها تشيب بها يعني ما تتزور، يعني هذه دي يطبعوها دبل، هذا منو مسؤول عنها دي يطبعوها دبل؟ يعني بطاقة إلك ينطوك إياها، بطاقة إلك نفسها تبعك عندهم موجودة. هذا موجود. نعم. يعني في كثير المراكز اللي يطبعون بها يوزعون بها بطاقة الناخب فيها موجودة من هذه الملاحظات.
يعني مع غياب أي رقابة دولية، كيف تقرأ إذن تشجيع الأمم المتحدة على هذه الانتخابات وحض العراقيين على المشاركة بها؟ والله هذه مسألة بالحقيقة مشكوك بها، حتى ممثلي الأمم المتحدة بالعراق هم مشكوك فيهم، مطعون فيهم في الحقيقة، يعني لأن لا يمكن أن يحمون الحقيقة، لا يمكن أن لأنه كل شيء موجود في السلطة في العراق الآن هو لا يمت للحقيقة بصلة ولا يمت للشعب العراقي بصلة، فإذا محمي على أي أساس؟ على أساس خاطئ. نعم. إذن كنت معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم العجيلي، شكرا جزيلا لك.